أقامت وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل للقطاع الخاص حول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. هذا وتضمنت الورشة عرضا عن شركة القابضة الإماراتية التي خصصت صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للمشاريع الناتجة عن الشراكة، بالإضافة إلى الخدمات التمويلية الأخرى في كل دولة. تأتي ورشة القطاع الخاص حول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بهدف تعريف الشركات الجديدة بالشراكة الصناعية التكاملية وأهدافها وجمع المرئيات على الممكنات والحوافز ومقترحات المشاريع. هذه من ضمن استعدادات مملكة البحرين لاستضافة الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية واللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، والمقرر إقامته إن شاء الله في سبتمبر من هذا العام، على أساس نشجع القطاع الصناعي أن يتقدم بمقترحات جديدة للشراكة ما بين البحرين، مصر، الأردن والإمارات. هدفنا طبعا اليوم أن ندعم الفرص الاستثمارية الصناعية في الدول الأربعة اللي تم الإعلان عنها، وإيجاد فرص جديدة، مشاريع استثمارية صناعية جديدة لدعمها في المرحلة القادمة. عقدت هذه الورشة بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة البحرين، مما يبين أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح هذه المبادرة الهامة، كونه المحرك الأساسي للنمو. القطاع الخاص في غرفة التجارة اليوم احنا عندهم مشاريع يحتاجون إلى تمويل، راح يصير في هنالك بعد تعريف على الجهات اللي تمول هذه المشاريع. دور شركة جامكو في توريد صفائح الألمنيوم حق الهيكل وحق المين فريم، والآن احنا على في صدد عمل دراسة لجلب هذه التكنولوجيا للبحرين، وإن شاء الله بنكون نورد حق الشركة هذه أو الشراكة الموجودة الآن وحق الشركات الثانية. دخلت مملكة البحرين في هذه الشراكة إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات وتكامل سلاسل القيمة وتشجيع الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة والتي ستحقق التنمية الاقتصادية المستدامة. تأتي الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة لتحقيق التكامل بين الخبرات والمقومات والإمكانات التي تملكها دول الشراكة، مما يتيح فرصا لتحقيق التنوع الاقتصادي. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.